نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، الأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الرائعة. شوطنا الثامن الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالحجايج الجعدان. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 3 كيلومترات مع هذا التحدي المثير ومع هذا الانطلاق الرائع. نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني السنيار من قاد المجموعة واندفع بناموس هذا الشوط. الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الامتار الاولى. راشد بسعيب مطر بالضبيعة، من يتابع انطلاقة السنيار، من انطلق واندفع بناموس هذا الشوط يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني ارى التحديات من الجانب الاخر. نتابع ايضا القدوم بشعار مطر بمخيت بسالم بالرشيد مع المركز الثاني والثالث التحديات. نتابع التسلل، نتابع الانطلاق المتميز من شاهين لسالم بن حمد بن سالم الهاشمي. بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع بأرى التسلل والقدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلاقة وتحديات البطل لحمد بن موسى بن غدير الاكتبي. بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس، مع المركز الخامس رهني بحر لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للخمس المراكز الأولى بهذا التحدي المثير، بهذا الانطلاق الرائع. نعود مع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة رهني بحر قاد المجموعة في هذه اللحظات. اندفع بناموس هذا الشوط سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد. من يتابع انطلاقة بحر؟ من أعلن هذا الانطلاق؟ من أعلن هذا التحدي يلي مع المركز الثاني؟ مع المركز الثاني القدوم من مصدع للسير بن سلطان بن رشيد. من يتابع انطلاقة مصدع؟ من بدأ يتسلل؟ من بدأ ينطلق مع المركز الثاني ومع المركز الثالث؟ مع المركز الثالث تحدياتنا القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع التسلل من مايهاب مطر بن مخيت بن سالم بن رشيد. من يتابع؟ من يتابع هذا الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع مع الكوكبة الثلاثية، مع الصراع الثلاثي على مقدمة هذا الشوط؟ ولكن بحر على الصدارة، بحر على المقدمة، يشق طريقه إلى الانتصار، إلى التحدي مع الاندفاع المتميز، مع العرض الجميل بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات. وسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد، من يتابع؟ من يتابع انطلاقة بحر؟ ولكن القدوم من مايهاب لمطر بن بخيت بن سالم بن رشيد مع المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الاخر، من الجانب الاخر مصدع للسيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. والتحديات القادمه من بشار لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد يتسلل ايضا ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات، نتابع القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام. والتسلل في هذه اللحظات من الناوي لناصر بن سالم بن راشد الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. لنا عودة مع الصدارة في اللحظات الأخيرة في التحديات المثيرة، ولكن مايهاب على رأس الحرب، مايهاب يشق طريقه إلى التحدي المثير مع الانطلاق الرائع. مطر ببخيت بن سالم بن رشيد، من يتابع؟ من يتابع انطلاقة مايهاب؟ ما شاء الله تبارك الله، انطلق مايهاب، بدأ يباعد المسافة، بدأ يباعد المسافة، ما شاء الله تبارك الله، أداء مثير يقدمه مايهاب في اللحظات الأخيرة. اندفع بناموس هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات لمطر بن مخيت بن سالم بن رشيد على فوز مايهاب بالمركز الأول بدون أي منافس، بدون أي تعليمات. ما شاء الله تبارك الله، عرض مثير يقدمه في هذا الشوط مايهاب. مايهاب على رأس الحربة، لحظات الوصول، لحظات الاقتراب من خط النهاية. تهانينا لمطر بن مخيت بن سالم بن رشيد على فوز مايهاب بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه لحظات وصول شفاف لمشعان بن سعيد بن غدير، المركز الثالث الناوي ناصر بن سالم بن راشد الكتبي، المركز الرابع عزام لياسر بن جابر بن عبيد الوهيبي، ومع المركز الخامس مصدع للسير بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة.
للخمس المراكز الأولى 4:44 هو توقيت ماي هاب. تهانينا لمالك مطر بالبخيت بن سالم بن رشيد الكتبي، تهانينا للجميع والناموس.